السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير الكلام ما نبدأ به والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا ريت إذا كنت أول مرة تشوف قناتي ما تنسينيش في الاشتراك واللايك في القناة، وإذا كنت مشتركة ما تنسينيش في الشير واللايك في القناة. وقبل ما ندخل الفيديو بتاعنا نهدي، لازم كده تصلي على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هندخل في الروتين بتاعنا يا بنات نهدي. اول كده ما صحينا من الصبح وصلينا وحضرت الاكل بتاع الاولاد كده للمدرسي، حطيتهم كده في اللانش بوكس، عباره عن عيش بنات فينو وجبنه ولانشون محشي الفينو، وفطرتهم وطلعتهم كده على المدرسي. بعد ما حطيت لهم الاكل بتاعهم كده في العلب وطلعتهم على المدرسي، هدخل على الروتين بتاعي وعلى شغل المطبخ بتاعي، وهاخدكم كده جولي ان شاء الله باذن الله في المحل بتاع زوجي، هننظفه كده مع بعض. هنا بنات بعد ما طلعت الاولاد على طول، طلعتهم الساعة 6 وركبت كده على طول. كان عندي لحمة، جايب لي جوزي لحمة ضاني، فعندي الاولاد ما فيش بيحبوها يعني في الطبيخ الصعيدي اللحمة الضاني، فقلت اشويها لهم شوية بيحبوها مشوية. فانا المفروض كنت اتبلها كده من بالليل، بس هتبلها الصبح بدري. ديني الساعة 6 الصبح ديني جبت اللحمة زي ما انتم شايفين، غسلتها كويس وصفيتها من اي سوائل فيها بعد ما غسلتها، وهقطعها كده بالسكينة قطع زي ما انتم شايفين قطع صغير. هقطع اللحمة بتاعتي بنات وهتبلها تتبيلة يعني، بحيث انها تاخد لي كده معايا حوالي 5 ساعات في التتبيلة. برضه هتشرب كده شوية من التتبيلة يكون انا خلصت الشغل بتاعي وارجع كده اسويه. هقطع اللحمة بتاعتي كلها بالطريقة دي زي ما انتم شايفين للشوي يا بنات. هنعملها كده كباب. وهنعمل التتبيله مع بعض كده، هنتبلها ان شاء الله باذن الله تتبيله حلوه ان شاء الله باذن الله. جربوها التتبيله سهله خالص وبسيطه، وفي النهايه جتنا طعم جميل خالص. كده انا يعني فضلت يعني ان انا اعملها، ما خدتش معايا وقت في المطبخ، لا طبيخ ولا يمين ولا شمال. كده تبلتها، وبعد ما تبلتها نزلت كده على النحل تحت، نظفته. هندخل فيه مع بعض كده يعني، انا بقعد الفترة الفترة بنطفه يعني، ما بنزلش على طول ان انا نطفه. بعد ما قطعت اللحمة بتاعتي يا بنات زي ما انتم شايفين، وكنت مغسلة المواعين بتاعتي من بالليل ومنطفه المطبخ بتاعي من بالليل. هجيب دلوقتي التتبيلة بتاعتي اللي احنا هنتبل بيها الكباب بتاعنا. التتبيلة يا بنات هي عبارة عن بصلتين كده صغيرين وسط يعني، فصين ثوم ونص ليموني وقرن فلفل حامي وقطعة من الجنزبيل وبهارات شوي وفلفل اسود وبهارات لحمة وملح زي ما انتم شايفين يا بنات. تحطي نص الليمونة للحمة الضاني تديها طعم حلو، طبعا عشان الزفارة بتاعت الضاني ما يبقاش كده فيه زفارة يا ما تسوي. ودي البهارات بتاعتي يا بنات، بهارات شوي وفلفل اسود وبهارات لحمة وملح ونص معلقة من الكزبرة الناشفة برده مطحونة، وقطعة جنزبيل برده خضرة هتدي طعم حلو وهتدي بردك ايه نكهة حلوة للكباب بتاعك. هجيب الحاجات دي كلها المكونات بتاعتي كلها كده في الخلاط مع بعضيها زي ما انتم شايفين. واللايك يلي مدستش لايك، شايفاك يلي مدستش لايك. هنزل يا بنات كده بالاول حاجة، هنزل بده بالمكونات بتاعته كلها زي ما انتم شايفين. وهعصر نص الليمونه بتاعتي. عندك خل بردك حطي معلقه من الخل، وما بلاش ليمون، بس انا هفضل كده احط نص ليموني هتديني طعم حلو ونكهه حلوه، مش هتخلي فيه زفاره في اللحمه بتاعتك. هجيب قطعه الجنزبيل يا بنات، انا مش هاخدها كلها، هاخد نصها كده زي ما انتم شايفين.
هقشرها اخد نصها واخشب نص الباقي، هقشرها كده واقطعها في الخلاط. الجنزبيل بيدي طعم حلو خالص بردك في المشويات يا بنات، بيبقى طعم تاني في المشويات، وخاصة كمان اذا كان الجنزبيل بتاعك اخضر بيدي طعم حلو ونكهة جميلة. كل المكونات بتاعتي دي كلها يا ستي كل هضربها في الخلاط، وهجيب عليهم نص فنجان من المية. نص فنجان من المية دي ليه؟ عشان كده المكونات بتاعتي تتضرب في الخلاط، يعني مش هيأثر معايا في التتبيلة ولا حاجة، عشان يساعد ان المكونات بتاعتي تتضرب كده في الخلاط. وهاخد المكونات بتاعتي كلها كده على الخلاط اضربها وارجع لكم تاني. كده نضفت البهارات بتاعتي، جبت الطبق اللي انا هتبل فيه اللحمه وجبت التتبيله اللي انا ضربتها في الخلاط ده زي ما انتم شايفين، وانزل كده باللحمه في الطبق، وانزل كده بالتتبيله عليه، وانزل باقي اللحمه وباقي التتبيله وهقلبهم في بعض كويس بايدي كده واشبحهم في بعض بحيث ان اخلي التتبيله تتمكن من اللحمه كده كويس. هاخد طبعا التتبيله كلها اللي في الخلاط، مش هسيب حاجه، ده هيدي لي طعم حلو للحمه. وانا كمان مش هسيب، مش عامله اللحمه بتاعتي من بالليل، ما متبلاش من بالليل، انا تبلتها الصبح، يعني مش هتاخد وقت معايا طويل. كده تبلت يا بنات وهركنها كده، هغطيها واحطها في التلاجي، وانزل كده اروح فين، اروح المحل تحت او زي ما انتم شايفين في نفس البيت، وشايفين المنظر ما شاء الله عليه، يعني كده منظر يشرح القلب الحزين، يعني جوز الله يعينه برضو يديه الصحة يا رب، يعني مش فاضي ان هو مثلا ينظف ويقول، هو بنظف اي اصلح، بس برضك مهما نظف ومهما عمل مش هيكون زي تنظيف الست زي ما انتم شايفين يا بنات. المحل اهو زي ما انتم شايفين، وشايفين الارضيه، شايفين البلاط لونه عامل ازاي. هنبتدي دلوقتي نسمي الله وندخل كده نشوف، اول حاجه نشوف المكتب اللي هو طبعا بيقعد عليه كباب الشاي زي ما انتم شايفين، والنضاره والحاجات بتاعته كلها كده على المحل على المكتب، هشيلها كلها والاوراق وال وكل حاجة موجودة هشيلها، وهمسح الترابيزة كويس وهنفضها زي ما انتم شايفين. ولازم يا ست الكل بردك، لازم يعني انت بردك لك كل ست وليها لمسة خاصة، يعني ليه هتنطفي انت المكان هيبقى فيه فرق، يعني زوجك كده هيحس بفرق انك انت ساعدتيه بردك ووقفتي معاه لو بحاجة بسيطة خالص. بعد ما نظفت المكتب زي ما انتم شايفين، يعني من التراب من الاتربة اللي هو فيه، ده منفخ يا بنات، منفخ اللي هو الكهرباء زي ما انتم شايفين كده شغلته، وهرش على كل التراب اللي على الحاجات اللي هو كده في المحل زي ما انتم شايفين، شايفين الاتربة اللي هي طالعة زي ما انتم شايفين كده، هرش بالمنفاخ كده وعملته في الكهرباء، وهنفخ كل الاتربة اللي انتم شايفينها دي، هلف على المحل كله بالشكل دي. وكده مسحت المكتب ورتبته له بردي وصلحته كده، والحاجات كلها اللي كانت في الارض شلتها برده وركنتها في كل حاجة في مكانها. والمحل يا بنات في نفس البيت، يعني انا ما طلعتش، والباب بردك في نفس البيت، لقيت الموضوع فرصة كده صبح بدري والمحل كان مقفول وزوجي مش كانش موجود وما حدش كان موجود، فقلت ايه اشتغل بردك، يعني هو ما هيجي يلقى نظيف كده هيفرح بردك. بعد ما صلحت المحل يا بنات زي ما انتم شايفين، وهرش مية كده وهغسل الارضية زي ما انتم شايفين، الارضية والاتربة اللي فيها والمنظر،
مهما كانت الحاجة بسيطة وعملتي بردك يعني هيحس بردك زوجك بفرق، مهما كان هو الفرق هيحس انك انت تعبتي وانجزتي وساعدتيه بردك مهما كانت المساعدة بسيطة. وهذا كده في الأرضية زي ما انتم شايفين الطين يا بنات والتراب اللي فيها، دعكها كده كويس بالفرشة الأول. وكده يا بنات غسلت الأرضية زي ما انتم شايفين اهو، نظفت المحل وكل حاجة حطيتها مكانها، وكل حاجة كده حطيتها مكانها بردك والمكان بقى نظيف وزي الفل. هركب دلوقتي على الطبيخ تاني بعد ما سبت اللحمة كده وتبلتي، نظفت الشقة عندي برد صلاحتها، ورحت بردك بعد كده على المطبخ عشان اعمل الطبيخ بتاعي عشان يجوا اولادي من المدرسة ويجي زوجي من الشغل يلقى الاكل جاهز. هنا يا بنات دي حتة تالية من اللحمة اللي كانت اللي احنا تبلناها، خليتها وقطعتها هي زي ما انتم شايفين قطعة صغيرة وحطيتها كده ايه تنزل السمنة بتاعتها في الحلة زي ما انتم شايفين. وهنزل بالبصلة بتاعتي، جبت بصلة كده كبيرة وقطعتها بالسكينة ونزلت بيها على اللية ده، ورشة ملح عشان البصلة تنزل ميتها وما يبقاش في صنانة، وحبة شطة برضه، انا بحب التقلية بتاعتي وحب الطبيخ كله بحب فيه الشطة. والشطة دي طبعا اختياري، اللي تحب تحط شطة براحتها واللي مش بتحب ما بتحبش الشطة ما تحطش. وهنا يا بنات دي تكي، هجيب يعني ايه معلقة سمنة صغيرة، والطماطم اللي انا هضيفها على التقلية وعصرتها كده في الخلاط هديها كده ايه كم غلوة كده في الطاسة دي عشان ايه الطماطم كده تتسبك معايا وما تبقاش محدقي وتبقى لونها حلو الطبيخ بتاعي وطعمه حلو ومسكر كده وحلو. يكون استوت البصلة، يكون الطماطم بتاعتي بردك اتسبكت زي ما انتم شايفين. انا عملت يا بنات التقلية بتاعتي بالدهني طبعا عشان ايه ما فيش شوربة اني انا هسجي ازيد الطبيخ به. وهنا جبت فصين ثوم زي ما انتم شايفين وهقطعهم برده على التقلية تقطيع كده بالسكينة. التقلية بتاعتي خدت لون البصل اهي زي ما انتم شايفين والطماطم اتسبكت، وهنزل بيها كده على ايه على البصلة واخليهم كده يستووا براحتهم مع بعض زي ما انتم شايفين. وانا طبعا هسوي، انا عندي كان كوسة في التلاجة فهسوي كوسة كده عليهم، قطعت الكوسة زي ما انتم شايفين وزدت التقلية بتاعتي مية، ما زدتهاش شوربة يا بنات ما كانش عندي شوربة، فاستكفيت بحتة الدهن اللي انا تقليت بيها التقلية. وهجيب السياخ بتاعتي كده غسلتها كويس، وهجيب اللحمة كده وامسكها في السياخ بالطريقة دي زي ما انتم شايفين. يعني تبلت اللحمة يا بنات من الساعة 6 الصبح لحد الساعة 11 وهي كده ايه في التتبيل. وابتديت طبعا طبيخ وابتديت اكل من الساعة 11. وطريقة يا بنات التوليع الفحم، انا طبعا هشوي لهم الكباب كده على الفحم، عندي سطل سمنة يا بنات علبة سمنة عادية وعاملة لها فتحات كده بمسمار من تحت او بسكيني، وحطيت فيها كده الفحم على البوتاجاز يولع، وبعد ما يولع الفحم هنزل بيه كده في الشواي. وزي ما انتم شايفين يا بنات الكباب اهو زي ما انتم شايفين مستوى على نار هادية خالص، ما مخليش النار يعني ولع قوي عالية عشان يستوي براحته، يطلع الكباب كده حلو جميل ويفتح النفس وبرده مستوي في نفس الوقت.
وادي كده الكباب يا بنات مستواه ما شاء الله عليا، والطبيخ بتاع الغدا هو الكوسي، وعملت سلطة طحينة بردي، وعملت سلطة خضرة، وده كان الغدي بعد الروتين وبعد التنظيف بتاع المحل اللي احنا نظفناه تحت مع بعض، وبرده نظفت الشقة بتاعتي بعد ما طلعوا الاولاد من المدرسة. وياريت ما تنسونيش الاشتراك واللايك. وبعد الغدا يا بنات نظفت المطبخ ونظفت مكاني، وعملت لهم كمان الحلو، عملت لهم كيكة الطواجن زي ما انتم شايفين الكيكة يا بنات، شايفين جمالها. عملت كيكة الطواجن دي يا بنات، كيكة الحلواني، بطريقة سهلة خالص وغير مكلفة، وان شاء الله